أن قبل أن أبدأ بالإذاعة أن أرحب بسيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي أيضا يصل إلى هذا الميدان ليرعى برعايته الكريمة، ليرعى برعايته أيضا الكريمة هذه الانطلاقات هنا في هذا الميدان. فشكرا يا أبو محمد، شكرا شكرا أيضا وجود سموه هو الدعم الرئيسي لهذا التراث والتمسك بالعادات والتقاليد. هذا ما عهدناه من سيدي حاكم البلاد حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه. الآن أنقل الميكروفون إلى زميلي سالم بن ركاض العليلي. الحمد الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا اللقاء بكم مع انطلاقة الشوط الثاني في مجموع الأشواط كما ذكر زميلي سيف العمير الاشتبي، وخصص أيضا لفئة الأبكار الإذاع المهجنات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم مع المسافة المقررة هي 6 كيلومترات. نرحب بالمركز الأول وعندنا الشاهينية لهجنة الرئاسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي من يقدم الشاهينية بأول المراكز، يتليها مباشرة على المركز الثاني شقرة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهياني مع بن عتيج بن يمعة الرميثي متقدما أيضا مع شقرة بالمركز الثاني. النقلة التالية إلى المركز الثالث القادمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. أما المركز الرابع المركز الرابع انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن هزيم المسافري. النقلة التالية إلى المركز السادس فهنا العزرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيام بقيادة المضمر أحمد الخلفان بالصايغ المزروعي. والمركز السابع في سابع المراكز أنجاد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم المسافري متقدما أيضا بهذا الشعار إلى المركز السابع. والمركز من فتأتي الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة المركز التاسع فهنا تأتي الشايبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى التي أعلناها على مسامعكم، وما زلنا نتابع الكثير والكثير من التغييرات والانفراد مع المركز الأول. كما تشاهدون الشاهينية تتربع على عرش المركز الأول وتهدي أيضا هذا الموقع وهذا المركز لهجنة الرئاسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي متقدما، وعنده أيضا الأداء وعنده أيضا التحديات في هذه الأجواء الجميلة. الشاهينية مشاهدينا الكرام يعني متمسكة بالمركز الأول كما تشاهدون هذا الشعار. أما المركز الثاني فتغترب العزرة، اسم كبير في عالم الأسماء الحاضرة في المهرجانات. العزرة لاسم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتقدم بهذا الشعار وبهذا الاسم إلى المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاشتبي أيضا حاضر مع الشاهينية بالمركز الثالث اللي يسجل حضوره في هذا المهرجان السنوي الكبير. المتابعة من المركز الرابع شقرة أيضا تقترب من دائرة التحدي بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعة بن عتيج الرميثي هو من يتقدم بالمركز الرابع. والمركز الخامس أرى شقرة لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان يمعة بن عتيج الرميثي أيضا متواجد. نقلة
التالية إلى القادمة، القادمة أيضا قادمة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرضي الحميري، هو من يقدم القادمة من مركز إلى مركز متقدم والمركز السابع، المركز السابع فأرى أمجاد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المكتشف علي بن هزيم بن محمد المسافري، هو من يتابع أيضا انخلي النقلة التالية إلى المركز الثامن، فتأتينا الشايبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان قادم أيضا ويدفع بما لديه من قوة في هذا المهرجان. والمركز العاشر رسالة، رسالة أول إذاعة للرسالة وصلتنا بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم بالمر السبوسي، هو من يقود رسالة في هذا الشوط إلى المواجهة القادمة. لا شك أن التحدي والهدف واحد، ولكنها وين؟ وين الشاهينية؟ وين؟ وين الشاهينية؟ مشاهدينا الكرام اسرحت والرب يحفظها حريص عن عيون الحاصدين الطامعة، يوم جد الجد أو اشتد الوطيس بدلت مرباعها لتربعه كأنها طير على الصيدة، حريص مخطر عن مركبيها تجرعه، يعني في هذا الأداء وفي هذا المجال فارقت فارقت فول النشرة والعصا مرفوق ماتيها. النقطة الثانية، النقطة الثانية أيضا لهذا الشعار ولهذا المضمر المتألق الذي أيضا فرض وجوده وفرض هيبته وفرض أيضا نعم مكانه مع الشاهينية التي تتقدم بالأداء الذاتي، تتقدم وانفرده انفرده أبدا ما عطت في الدرب طوعة أبدا، أمسكت المركز الأول وما زالت تعطي الكثير والكثير بشعار هجن الرئاسة وبقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي المضمر. نعطيك درجة 10/10 يا أبو حمد، نعطيك الدرجة الكاملة مع التضمير الممتاز ما شاء الله، خذتنا عن بقية المشاركين، خذتنا وخذت كل معداتنا أو كل الجماهير وكل الأنظار، خلاص خلاص يا ابن عمير خلاص نسلم للمرة الثانية، نسلم من 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 ميدان السوان إلى العاصمة الحبيبة أبو ظبي إلى ميدان الوثبة، يتوجه السلام من هذا الموقع من هذا الموقع وإلى الزاخر، ما بننسى الزاخر أيضا لكم تحية والتقدير واحترام، هناك أيضا شجعوا قوموا واقفين صفقوا حق بندري، صفقوا حق بندري يستاهل، شوف 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 نعم نعم بدأ يحرك تحركات حلوة تحركات هدية للجماهير، هذه الحركة يا أبو حمد سوى له حركة حركة جميلة شوي هدية للجماهير الذي يتابعونك، جماهيرك تشجع يريدونك تبدع وأنت معنى الفوز، لما حركة وحدة طلبة طلبة من الجماهير، طلبة يا أبو حمد طلبة طلبة يا سهيل طلبة، نطلب أنك شوية هدية للجماهير والمتابعين. هذه الشاهينية مشاهدينا الكرام تصل إلى بر الإيمان وإلى المنطقة الخضراء وإلى المنصة الرئيسية، وللمرة الثانية تهدي هذا الناموس لهجن الرئاسة وأيضا للمضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، تهانينا والمبروك على هذا الانتصار الذي تحقق مع شوط المهجنات الأصايل الأول في مهرجان السوان المركز الثاني، العزرة لسمو الشيخ سلطان زايد النهيان المركز الثالث، المركز الثالث الشايبة لسمو الشيخ سلطان زايد النهيان، والمركز الرابع فهنا تأتي شقرة لسمو الشيخ زايد بن حمدان زايد النهيان، والمركز الخامس، المركز الخامس القادم لسمو الشيخ راشد بن حمدان راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة الخمسة المراكز الأولى التي أعلناها على مسامعكم في هذا المسار والتحدي، ونعود بألف